ازاي تلم التراكمات اللي عليك ببساطة وتحل مشكلة فقدان الشغف والإحباط اللي بتجيلك الفترة دي؟ حرفيا كل الناس اللي بيكلموني دلوقتي بيكلموني على مشكلة التراكمات. احنا تراكم علينا حاجات كتير، فالاول كده عايزك تطمن انت مش لوحدك، لا كلنا في الهوا سوا. طيب نذاكر القديم واول ما الحمد لله نخلصه نلاقي الجديد يتراكم علينا ولف بينا يا دنيا. بص ما تقلقش خالص، انت لسه اصلا يعتبر في الاول، ففي فرصه كبيره جدا ان انت تلم المتراكم عليك. مش قصدي ان انت تكمل بقى في التراكمات اللي عليك، لا، انت لو بدات دلوقتي فكان شيئا لم يكن بجد. بسم الله نبدا على بركه الله. طيب ايه احسن طريقه تعملها عشان تلم المتراكم عليك؟ اللي انت تحاول تمشي في الجديد، بمعنى انك هتروح الدرس بقى سواء اونلاين او سنتر او الكلام ده كله، هترجع من الدرس اللي انت خدته من الدرس هتقراه مجرد قراءه بسيطه اول ما تيجي من الدروس عشان العقل بقى يكون فريش ولسه فاكر المعلومات، تقراه مجرد قراءه بسيطه وتحل عليه كده. تمام كده انت هتبقى ماشي في الجديد ببساطه ومتابع مع المستر. طيب القديم هتعمل فيه ايه؟ هتحط تارجت في الاسبوع اللي انت كل يوم هتاخد من وقت نومك. انت للاسف هتيجي على نفسك لو مفكر ان انا ساحر وهقول لك وصفه مزيله للتراكمات بقى والكلام ده كله، لا، يعني هو الحل الوحيد حرفيا اللي انت تاخد مثلا ساعه كل يوم من القديم، مثلا مع مراعاه الجدول بتاعك، جدول دروسك. انا لو قلت لك حطيت لك انا الجدول ابقى انا بضحك عليك، لا، انت مثلا عندك في يوم 3 دروس هتحط جزء بسيط من القديم، عندك يوم درس واحد لا هتحط جزء كويس من القديم. فاهمين قصدي؟ انتوا فاهمين قصدي طبعا. انا مش عايزك ولا تذاكر القديم بس فالجديد يكون اتراكم عليك، ولا الجديد فالقديم يكتر عليك، لا، بس الاولويه للجديد اللي انت بتاخده. وقلت لك كل يوم كده هتاخد ساعه ولا حاجه للقديم، صدقني اسبوع اسبوعين هيخلص التراكمات اللي عليك وهتلاقي الدنيا ابسط، عشان المطلوب منك هيبقى ايه؟ هيبقى اللي انت تتماشى مع الجديد بس، اللي انت تاخده ترجع تحل عليه وتراجع عليه. وبرده في فيديو احسن الكتب قلت لك احسن الكتب اللي تقدر تحلها واللي يكون شكل امتحان اخر السنه قريب منها، اتمنى ان انتوا تكونوا اتفرجتوا عليها على يوتيوب يعني. تاني حاجه يا اخواتي عايز اقولها، ان فكك من البدايات اللي هي البيرفكت بتاعتك دي، اللي هو يعني انت نويت اللي انت تذاكر لازم تبدا من دلوقتي. في ناس تقول لك انا هنام دلوقتي واصحى الفجر بص بهجه تاني خالص، انا هستنى الساعه 7 عشان بحب كريستيانو، انا هستنى مش عارف ايه اول اسبوع عشان بتفائل بيه، لا صدقني ابدا من دلوقتي. كل ما موضوع التراكمات ده للاسف يطول معاك اكتر كل ما هيبقى ليه تاثير سلبي عليك. قبل امتحان العربي بثلاث ايام بالظبط تقريبا بنت دخلت تسالني، قالت لي انها ما فتحتش كتاب العربي خالص ولا كانت بتروح عند مدرسين ولا الكلام ده كله، فقالت لي هو انا لو بدات قبل امتحان العربي بثلاث ايام كده هجيب درجه كويسه؟ قلت لها لا يعني للاسف مش هتجيبي. فانت اجري احسن. قالت لي طب يا دكتور طب انا بتحداك وهثبت لك ومش عارف ايه. هي للاسف شالت يعني، لازم تقضي على موضوع التراكمات ده دلوقتي عشان ما ياثرش عليك بعدين وتيجي في الاخر خالص تقول لي هو انا لو بدات دلوقتي الحق؟ انا بحب التشجيع والتحفيز اللي هو عايش كمل انت تقدر، بس برضه في عقل فاهمني، وهو ربنا سبحانه وتعالى بيشوفك بتتعب في حاجه فبيديك وبيكرمك. الا بقى الناس اللي بتغش، والناس اللي بتغش دول برضو مهما جابوا من درجات ربنا مش هيكرمهم في حياتهم بجد. وعلى فكره انا اعرف ناس كتيره جدا سبب التراكمات في الفتره دي ما بيبقاش تقصير منهم خالص، لا بيبقوا عاملين اللي عليهم وكل حاجه، بس المشكله بتبقى في بعض المدرسين ان هم مش بيعملوا حساب بالمدرسين التانيين، تحس ان الماده بتاعته دي هي الوحيده اللي موجوده عندهم، لا، فبيبقى في ضغط بقى في امتحانات الشهور او كله بيدي امتحان في نفس الوقت، فطبيعي ان انت يتراكم عليك حاجات انت مش هتلحق على دي ولا دي، لا المفروض يعني ان كل مدرس يقدر ان في مواد تانيه. وزي ما اتفقنا يا حبايب قلبي الاولويه دايما للجديد اللي انت بتاخده في الحصه حاليا مش القديم، الا في حاله واحده، في المواد اللي القديم فيها مرتبط جدا بالجديد، يعني انت من الاخر مش تفهم الجديد الا لو ذاكرت القديم. مثلا الفصل الاول في الفيزياء ملوش علاقه تقريبا بباقي الفصول، لا هي انت بس عايز منه مجرد اساسيات بقى، سواء التحويلات بقى والكميات الفيزيائيه والكلام ده كله، عندك اساس رياضي فيه كويس هتمشي في باقي الفصول عادي يعني. لكن مثلا شابتر الهرمونات في الاحياء مرتبط جدا بالتكاثر، فلازم تذاكر الهرمونات الاول بجد، انت اللي لازم تمشي نفسك بدماغك، ما تخليش حد هو اللي يمشيك. طيب حد هيقول لي طب انا اعرف ازاي ان الجديد اللي احنا هناخده لسه ده مرتبط بالقديم؟ اسال مدرسك، سهله يعني. بالمناسبه يا جماعه عايز اقول حاجه، ما تتكسفوش ابدا اللي انت تساله في اي حاجه. انا عارف ان في ناس بتتكسف يعني عندهم سوشيال انكزايتي شويه، بيخافوا من نظره الناس او الكلام ده كله او الناس اللي بيتريقوا والكلام ده كله، سيب اللي يتريق يتريق، سيب اللي يحبطك يحبطك. انا عايز اقول لك ان في شويه صحاب كده وظيفتهم في الحياه اللي هو انا متراكم عليا حاجات بالهبل، انا عايز بص انا مش طايق نفسي، وممكن يكونوا مخلصين على فكره وابديتد وكل حاجه، بس هم بيحبوا يصدروا يعني طاقه سلبيه للناس، فابعد عن الناس دي بجد. وعايز اقول لك ان ردك الوحيد على اي حد احبطك مثلا او مش مؤمن بقدراتك اللي هو انت اللي هو درجاتك دي ولا درجات حراره مش عارف ايه بقى بيني لو فلحت ومش عارف ايه، لا ردك الوحيد هيبقى بنتيجتك صدقني. واللي متابعني على انستا هيعرف اللي انا عملت ريل مشابه للموضوع دوت، وهو ده اللي حصل فعلا معايا حتى. بالمناسبه يا جماعه ما تنسوش تعملوا لي فولو على انستا، ده للي عندهم انستا يعني،
اللي هو ده اسم اليوزر بتاعي، بنزل عليه برضو ستوريز مفيده او كده، ولو عندك اي سؤال برضو ادخل اسالني، بجد بحاول ارد بقدر الامكان يعني. ولو عندك اي سؤال برضو اكتبه لي في الكومنتات. بس انا عايز اقول لك ان انا بدي اولويه بصراحه لاخواتي اللي في قناه التليجرام، احط لك سواء لينك الانستا او التليجرام في الوصف وفي اول تعليق، فتاكد ان انت تدخل قناه التليجرام دي، احنا حرفيا اسره مع بعضينا، هو الفيديوهات اللي هم بيطلبوها انا بعملها اصلا، وبنتناقش مع بعض بقى ونطلع لايف ونتابع مع بعض ان شاء الله. وبعتذر على الغيبه الطويله، وانتوا وحشني جدا والله، وانا بجد مش هوفيكوا حقكم، عشان وقت ما بيبقى نفسيتي انا وحشه حرفيا انتوا اللي بتشجعوني برضه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، مهم جدا انك تفعل زر الجرس عشان يكون انت اول حد يوصل له الفيديو اصلا يعني. برضه يا جماعه هحط لكم فيديو طريقه المذاكره وروتيني اليومي بالتفصيل، وازاي تذاكر الانجليش والكيمياء والفيزياء والاحياء، حرفيا كل ماده كده عاملها في فيديو 5 دقائق هيفيدوكوا جدا على يوتيوب. فانا هحط لك البلاي ليست والفيديوز دي في الوصف وفي اول تعليق، فتاكد جدا ان انت تشوف الوصف، اتفقنا؟ وجماعه ستي توند، الحلقه الجايه بقى هعملها عن ازاي تذاكر عربي، وبرده حل مشكله فقدان الشغف في المذاكره، اللي هو حل مشكله الاحباط وفقدان الشغف في المذاكره، الناس اللي ملهاش نفس تذاكر اصلا. فستي توند، الحلقه دي هتعجبكم جدا ان شاء الله. كان معاكم اخوكم عمرو البركي في رابعه طب بشري عين شمس، بالتوفيق ان شاء الله يا اخواتي.